بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فهذه إضاءات في التوكل في زمن كورونا، عسى الله أن يرفع. فالمراد المذاكرة أيها الإخوة، وذكر بعض أمور نحتاجها ويحتاجها المتكلم والسامع بإذن الله. نسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين. وأتكلم في أربعة أمور متسلسلة إن شاء الله في مسألة التوكل على الله، لأننا إذا سئلنا أيها الإخوة ما معنى التوكل، قد يكون الجواب حاضرا عند الأكثر فيقول التوكل هو الاعتماد على الله في جميع الأمور. لكن إذا نظرت إلى حالي فأجد بونا واسعا بين مقالتي وبين حالي. فنتذاكر في أربعة أمور متسلسلة بإذن الله من باب الاختصار، على سبيل الاختصار إن شاء الله. الأمر الأول أيها الإخوة هو تقدير الله حق قدره، ونحن لن نستطيع أن نقدر الله حق قدره لكن نمتثل هذا الأمر. قال الله جل الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مجرد فقه هذه الآية وتدبر معناها يحدث لدى العبد في قلبه تقديرا تعظيما لله جل شأنه. وبعد ذلك وهو الأمر الثاني، أن يوقن المؤمن أن التدبير في السمع ليس معرفة ذهنية فقط، وإنما إيمان جازم أن التدبير في السماء بيد الله. قال الله جل الله: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال الله جل شأنه: قل إن الأمر كله لله. الأمر الثالث هو بعد ذلك استشعار الضعف، أن أستشعر ضعفي وأستشعر العجز البشري لتتحقق الاستعانة الصحيحة بالله جل شأنه. وهنا أيها الإخوة يوصي بعضنا بعضا أيها الإخوة، أولا بأن التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب الصحيحة، بشرط أن تكون الأسباب صحيحة، يعني جعلها الله كذلك، جعلها الله نافعة. وجرت العادة الناس وجرت العادة في هذا الكون ترتب هذه النتائج على تلك الأسباب، وهذا أمر مشترك عند العقلاء جميعهم. لكن المؤمن يجعل هذا من توكله، أنه أولا يفوض الأمر إلى الله، يعتمد على الله في جميع أموره، ويعمل بالأسباب التي جعلها الله أسبابا، لا الأسباب المتوهمة، سواء كانت متوهمة في باب الظن في نفع بعض الأشياء أو في باب التوهم الذي يقع شركا والعياذ بالله. أن يجعل الأسباب هي المؤثر والعياذ بالله، فيدخل في أبواب الشرك عافانا الله وإياكم. هنا في باب استشعار الضعف والعجز البشري الذي لم يفهم من حكم البلاء هذا ولم يتدبر فيه، وهو بلاء الوباء، إذا لم يفهم المؤمن أن هذا إعجاز، أن الله أعجز البشر فترة ثم يدلهم بعد ذلك بما جعل عندهم من أسباب يأخذونها ويتعاطونها لمعرفة بعض الأمور التي يدفعون عن أنفسهم، لكن الله جل شأنه يعجز الناس فترة حتى يستشعروا الضعف، ثم بعد ذلك يلهم الله من يلهم من عباده ممن بذل السبب في البحث والكشف ومعرفة الأسباب والنواميس الكونية الموجودة والبحث في طبيعة هذا الوباء وهذا الفيروس وهذه الجرثومة وهذه البكتيريا ونحو ذلك مما أودعه الله في هذا الكون مما خلق. والله يفتح على كل من بذل السبب، وليس هذا خاصا بالمؤمنين. إذا استشعرنا الضعف وعرفنا العجز البشري، هنا يقع التوكل صحيحا إذا توكلنا على الله، لأن التوكل أن تتبرأ أيضا
يعني من مضمنات هذا التوكل أن تتبرأ من حولك وقوتك وتعتمد على الله في جميع أمورك، مع الأخذ بالأسباب التي جعلها الله أسبابا صحيحة. قال الله جل الله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال جل شأنه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا ينبه إلى الاستكفاء بالله، وهذا مضمن بمعنى التوكل، الاعتماد على الله في جميع الأمور، أن تستكفي بالله جل شأنه. والله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافي. فيستكفي المؤمن بالله ولا يقع في بعض أبواب الشرك في أن يركن إلى المخلوقين ويركن إلى اللقاح ويركن إلى العلاج. نعم، أسباب يتعاطاها ويأخذها ويعمل بها إذا نجحت، لكنه يتعلق بالله جل شأنه ويستكفي بالله. ولو فرض أنها منعت عنه لا يطير قلبه ولا يطيش ذهنه وعقله، وإنما هو مرتبط بالله جل شأنه مفوض أموره إليه. والله جل شأنه قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله جل الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جائعة، أو الغدو أول النهار تخرج من أوكارها جائعة، تغدو خماصا وتروح الرواح العودة في آخر النهار، وتروح بطانا. المعنى هنا وصفة الطير أنها لا تعرف تعلقا، وإنما هي تذهب ولا ليس لها مرتب وليس لها برنامج عمل وليس لها أمور وموعدات، وإنما هي تذهب بفطرتها فيرزقها الله جل شأنه. وهكذا لو توكل الإنسان على الله لرزقه كما يرزق الطير. وكذلك لو استكفى بالله، توكل على الله، استكفى بالله لكفاه الله. اللهم اكفنا من كل بلاء وفتنة ووباء، اللهم اكفنا كل فتنة، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.